وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. كلتا يدي الله جل وعلا بالفواضل، أي بالعطاء، بالعطاء والنعم، تنفح، تنفح يعني تعطي، تعطي الخلق وتمد الخلق. وفي الحديث يده سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. فهو جل وعلا يعطي العطاء الذي لا حد له ولا نهاية له بيده الكريمة، يعطيه لعباده. نعم، هذا معنى كلتا بالفواضل، أي بالعطايا والإفضال من الله، تنفح يعني تعطي ومستمرة، تعطي مستمرة في العطاء الذي لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى. وفي الآية لما قال اليهود يد الله مغلولة، يصفونه بالبخل، يصفون الله بالبخل، يد الله مغلولة، كناية عن البخل. قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان يعني بالجود والعطاء والكرم. نعم.